كرنفال رمضاني من نوع خاص، فقد جمع بين الموسيقى والمسرح والغناء إلى الوطن، إلى جانب البعد الإنساني الذي تجلى باستذكار الأطفال الأيتام وتوزيع كسوة العيد عليهم. الكرنفال أشرف عليه ونظمه مجموعة من الشباب المنخرطين ضمن فريق أسموه متفائلون للتغيير، يرمي لتقديم الأعمال الخيرية وإسعاد الناس. إن شاء الله الله يوفقنا في هذه الأعمال ونقدر نساهم بإفراح العراق وأهل العراق. وبالعودة إلى أجواء الكرنفال الرمضاني، فقد قدمت فرقة إشراق وصلات موسيقية بالنكهة العراقية من التراث القديم، إلى جانب معزوفات حديثة بمصاحبة آلة الجيتار وبرفقة آلة العود. ولكون البلاد تمر بحرب مصيرية مع تنظيم داعش، لهذا كان الغناء إلى الوطن حاضرا لرفع منسوب الروح الحماسية وتفعيل الحس الجمالي والوطني عند المواطنين والقوات العراقية. الفنان نجم مشاري ورغم سوء حالته الصحية، لكنه آثر على نفسه الصعود على خشبة المسرح من أجل الغناء لوطنه. وقضت العوائل التي حضرت الكرنفال وقتا ممتعا كما تقول ضمن هذه الأجواء الاحتفالية التي أنستهم حرارة الصيف وذهبت بهم بعيدا حتى ولو قليلا عن أزمات بلادهم ومشاكلها الأمنية والسياسية التي لا تنتهي. احنا بالبصرة قريبين على البحر وجونا حار جدا، فهذه الأمسيات وهذه المهرجانات يعني الحقيقة تلهينا عن هذا الحر. كل عوائلنا احنا اذا تلاحظها بحاجة الى مثل هذه المهرجانات والاحتفالات لنخرجها من واقع الحزن والكآبة اللي هي عايشة بيه. احنا يعني محتاجين لهذه الحالة، محتاجين هاي القعدة الحلوة، هاي الأمسية الجميلة، يعني اولا هي تثقيف وثاني شيء نستمتع بها. رغم بساطة اجواء هذا الكرنفال، لكنه اخرج من حضروا فعالياته من روتين رمضان اليومي ورسم الفرحة على وجوههم. سعد قصي، الفراء، مدينة البصرة.